الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين من عباده، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فاللهم لا علم لنا إلا ما تعلمنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، نتوجه بالشكر والتقدير والثناء على القائمين على هذا المسجد وعلى هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتهم، فسنة حميدة استقدام الدعاة والأئمة في كل أسبوع لنفع الأمة ونعم العمل ونعم العاملين. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم أجمعين، كما نسأل الله عز وجل أن ينور هذه الوجوه الطيبة الحاضرة التي تشجع الدعاة على العطاء. فإذا حضرتم فأنتم أهل الخير، وأنتم أهل الفضل، وأنتم من فضلكم الله عز وجل واختاركم لمثل هذه المجالس. كما قال أحد العلماء: إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر فيما يقيمك. إذا أردت أن تعرف قيمتك عند الله وقدرك عند الله فانظر أين أنت. أنت في بيت الله وتستمع لذكر الله ولكتاب الله ومع عباد الله، فنعم أنت. بمعنى هذه قاعدة: إذا أردت أن تعرف قدرك أيها المسلم فانظر ما أعطاك الله عز وجل وبما حباك الله سبحانه وتعالى، وخاصة هذه مجالس قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: رياض الجنة، فإذا وجدتم رياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والناس عن هذا الخير غافلون. أيها الإخوة الكرام، نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا وقلوب إخواننا لمثل هذا الخير. محاضرة اليوم إن شاء الله تعالى حقيقة الرزق وأسباب تحصيل البركة فيه، واخترت هذا الموضوع لأنه حساس والناس يحتاجونه كثير، وقضية الرزق ما فهمها الكثير من الناس، ما فهموش هذه المسألة العقدية. نعم، مسألة عقدية تخص العقيدة. من أجل ذلك نشوف الناس راهي تتكالب وتتنافس وتتحاكم في المحاكم على شيء قدره الله لك أو شيء منعه الله على منك. ربي منعك هذاك الشيء ولا ربي أعطاك هذاك الشيء، لا داعي لأن تتعب نفسك في المحاكم. بكري كان يقول: خذ ما أعطاك الله. حقيقة ثابتة: خذ ما أعطاك الله. بمعنى الله عز وجل إذا أعطاك لا يمنعه مانع، وإذا منعك لا يقدر أحد من الناس أن يعطيكه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، الأمة العالم كامل اجتمعوا على أن ينفعوك، يعطوك على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، يضروك بمعنى يمنعوك حاجة، لم يمنعوك أو لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام ورفعت الصحف كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة ثابتة. وحقيقة الرزق أيها الإخوة الكرام، الرزق كما عرفه العلماء: ما ينتفع به الإنسان، وما ينتفع به الحيوان، وما ينتفع به كل حي وكل مخلوق يعتبر رزق. وهذا الرزق الله تكفل بقسمته، والله تكفل بإعطائه لمخلوقاته. الله خلق ورزق. الله كما جاء في الآية من سورة العنكبوت، قال الله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وماذا بنا هذه المعلومات أيها الإخوة الكرام؟ نحفظوها ونثبتوها في عقولنا، خاصة مسألة الرزق.
وبالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنها ثابتة لا تتغير بإذن الله سبحانه وتعالى. الله هو الرزاق الذي تكفل برزق جميع المخلوقات وإيصال إرزاقها إليها على حسب بيئتهم ونوعهم وخلقتهم ومكان تواجدهم. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قرآن عظيم أيها الإخوة الكرام، حقيقة قرآنية ثابتة لا تتغير. الله تعالى قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. على الله، ماشي على المخلوق ولا المدير ولا الشركة ولا فلان ولا الدولة ولا فلان، ما كاش. الله هو الذي يرزق. وتكفل الله برزق المؤمن والكافر، العدو والولي، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، القاعد والماشي، الكل يرزقهم الله سبحانه وتعالى. ولا أحد يمنع رزق ساقه الله إليك. ثم الرزق نوعان أيها الإخوة الكرام، كاين رزق الأبدان أو غذاء الأبدان، الأكل والشراب واللباس والمركوب وما شابه ذلك، أمور دنيوية. وكاين هذا رزق عام شمل الكافر والمؤمن. وكاين رزق خاص وهو الحقيقي، الإيمان والعمل الصالح والزوجة الصالحة وعلامة سعادة المسلم والعلم النافع والقلب الشاكر والجسم الذي على البلاء صابر. هذا رزق خاص يختص الله به المؤمنين دون غيرهم. ورزق عام غذاء الأبدان وكساء الأبدان وما شابه ذلك. ومتبادر إلى ذهن الكثير من الناس يقول: فلان ربي وسع عليه الرزق، يروح مباشرة يقول المال. فالمال كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس من مالك إلا ما أكلت وما شربت وما لبست. هذا هو المال تاعك، عندك الملايير المليارة، تأكل واش تأكل واش يأكل هذاك الزوالي، تأكل واش يأكل هذاك الفقير. بالعكس، هذاك الفقير يستبن الماكلة هذيك، يستبنها تجي حلوة. أما هذاك الغني تعطيه واش يعطيه، يقول لك ما فيهاش البنة هذه. هذا كله من بركة الله سبحانه وتعالى على نوع الطعام، وليس لكل الناس أيها الإخوة الكرام. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث باش نعرف حقيقة الرزق، أنها ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولو تغير الإنسان والزمان والمكان. قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس، أي جبريل عليه الصلاة والسلام، نفث في روعي، وهذا نوع من الوحي من الله سبحانه وتعالى، أن نفسا لن تموت، الإنسان ما يموتش حتى تستكمل رزقها وأجلها. جبريل عليه الصلاة والسلام أوحى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أخبر أمتك، علم أمتك، أعلم أمتك أن نفساً، ما قالش مؤمن ولا مسلم ولا كافر، أي نفس لن تموت، ما تموتش، ما يلحقش الأجل تاعها حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ثم في رواية أخرى قال: خذوا ما حل ودعوا ما حرم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أن الإنسان ما يموتش حتى يكمل الرزق نتاعه ويكمل الأجل نتاعه. كتب لك ربي 10 قناطر تاع القمح تأكلها، تأكلها 10 قناطر تاع بطاطا تكملها في حياتك، تكملها، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. والله مرة شفت في القنصلية تاع فرنسا، القنصلية الفرنسية، جابوا واحد العجوزة في عمرها قال 118 سنة. تخيل 118 سنة ما زال تدي الراتب البونسيون تاع فرنسا، هذوك اللي يخلصوا بالأورو، 118 سنة والرزق نتاعها ما زال، ماشي فرنسا اللي تخلص فيها،
ربي سبحانه وتعالى ضامن لها رزقها 118 ولا 110 سنين وما زالت تدي في الراتب الشهري نتاعها، وما باش يتاكدوا اذا ما زالت حيه ولا لا بعثوا القنصليه الفرنسيه وجابوا هذيك العجوز بالصوره نتاعها وصوروها ومبات وبصمت وبعثوا هذا الملف للصندوق التقاعد في فرنسا باللي هذه المراه ما زالت حيه باش يبعثوا لها الراتب نتاعها ولا تاع الزوج نتاعها اللي كان يخدم في فرنسا في 1950 ولا في 1900 في سنة من السنوات ما زال الراتب تاع التقاعد نتاعها. تقول سبحان الله 118 سنة وما زال الرزق نتاعها يساق إلى بيتها من خارج البلاد. من ضمن هذا الرزق؟ الله سبحانه وتعالى. من أوصله؟ الله سبحانه وتعالى. من كتبه؟ الله سبحانه وتعالى. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها أو تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي خذوا واطلبوا رزق الله بالطرق الشرعية بالحلال بما شرعه الله عز وجل. ويحكى عن علي رضي الله عنه كان يصلي في الكوفة فدخل المسجد فترك بغلته عند غلام خلها عنده. القصة مذكورة في كتب السيرة. ففي الصلاة قال إذا خرجت نعطي له درهم ولا درهمين. فلما خرج لقى هذاك الغلام باع البغلة نتاعو بدرهمين. ربي كتب له هذاك المبلغ باللي يديه فإذا به يأخذه بالحرام. قال عليه الصلاة والسلام لا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يأخذه بمعصية الله. ربي كتب لك هذا الرزق تديه، حبيت بالحلال حبيت بالحرام. علي رضي الله عنه كان ناوي باش يعطي له الدرهم مقابل حراسته لبغلته فإذا به يأخذ هذه البغلة ويبيعها في السوق بدرهم، بمعنى هذا الدرهم كان راح يديه بالحلال فاختار الحرام. فقال صلى الله عليه وسلم لا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يأخذه بمعصية الله. حتى هذو الناس اللي راهم يتجروا في الحرام لو صبروا لجاءهم هذا الرزق بالحلال، ولكن استبطأوا فأخذوه بما حرم الله وبسخط الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. من ضعف اليقين أن تسخط الله برضا الناس، ترضي العباد بسخط الله، وخاصة مثل الزوجة نتاعك. كاين الناس باش يرضي الزوجة نتاعو لا يهمه، يتعامل بالرشوة ويأخذ الرشوة ويتاجر في الحرام، المهم أنا نرضي ولادي ونربي ولادي ونكبر ولادي ونرضي الزوجة نتاعي ولو بما حرم الله عز وجل. هذا من ضعف يقين هؤلاء الناس. أفي الله شك أنه هو الرزاق هو الفتاح هو الوهاب هو المعطي هو النافع سبحانه وتعالى؟ أفي الله شك؟ والعبد مرزوق لما كان في بطن أمه، كما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، أربع قضايا أساسية خطيرة مهمة عظيمة وهو في بطن أمه. بعد ما يستكمل 120 يوم وينفخ فيه الروح فيأتي الملك ويكتب ما أمر الله به، رزقه، أجله، عمله، شقي أو سعيد. رزقه وش تأكل وش تلبس وش تشرب وش تخدم وش يعطيك ربي سبحانه وتعالى طوال حياتك. فالإنسان لما يعلم هذه الحقائق يتفرغ لما أمره الله عز وجل. ممكن نقول يتفرغ، سيأتي بيان التفرغ لعبادة الله من أسباب تحصيل البركة. فهذا الرزق مكتوب، بمعنى الإنسان لا داعي للذهاب إلى المحاكم وإلى الخصومات والمنازعات والاختلاف والشقاق والكراهية للغير، فإن
ما كتب الله عز وجل لا يرده كراهية كاره ولا يجلبه حرص حريص. واش عطاك ربي ما واحد ما ينحيه لك، واش منعك الله عز وجل واحد ما يعطيه لك. ناس ماتت وما زالت القضايا في المحاكم، ربي ما كتب لكش الرزق هذا باش تديه. ناس راهي في المحاكم ماتت وما زالت القضايا تاعهم في المحاكم، هذه أرض نتاعي وهذه سكن نتاعي وهذا المحل نتاعي وهذا المال نتاعي، وراهم يتخاصموا وربي ما كتب لكش هذا الرزق باش تديه. مت ولم يأتك من هذا الرزق إلا ما كتبه الله لك، فلا داعي لأن تطلب ما حرم، لم تطلب ما كتبه الله عز وجل، فأنت مرزوق بإذن الله سبحانه وتعالى. عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث، وماذا بنا هذه الأحاديث نخدم بها في حياتنا، نحتاجها والله نحتاجها، خاصة في مسألة الرزق. قال عليه الصلاة والسلام: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. سبحان الله، حتى وانت ماشي حاب هذا المال، ماشي حاب هذا النصيب، وقعت مساكل كما قلنا مشاكل في العائله، هذا نتاعي ماشي نتاعي، قلت يا ودي انا ما دبروا يصانكم، انا ما ندخلش في الخصومات وما نخسرش الرحم نتاعي من اجل هذا المال. أرك هربت من رزقك، ادركك رزقك كما يدركك الموت، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو ان احدكم يهرب من رزقه لادركه رزقه كما يدركه الموت رغم انفك، رغم أنفك، ما كتب الله لك سيأتيك بإذن الله سبحانه وتعالى. والواقع يشهد أيها الإخوة الكرام، والله الواقع يشهد. أنا نشوف ناس لقى قاعد في بيته هنايا وعنده ورث تاع جداه وتاع عمه وتاع خاله، المهم ورث بعيد، هو راه مهني والناس راهي تتكالب وفي المحاكم مشروعات وما شابه ذلك، فإذا به النصيب نتاعه يعيطوا له: يا فلان راه عندك قطعة أرض تاع جد باباك ولا جد عمك ولا جد خالك، لقاوها في المكان فلاني، وحوسوا على الوارث ما لقاوش، لقاوها غير نتايا. إن شاء الله يكون عندك عز نهار ذاك ربي يجيك، تقول تكون قاعد ويجيك الورث قال 100 قطار ولا 1000 قطار. وهذه وقعت، هذه وقعت، هو قاعد في بيته فإذا به يجي الويسي المحضر القضائي البيت نتاعو بالورقة، قال: يا فلان أو عندك ورث. منين الورث هذا؟ تاع جد خال عم باباك بعيد، ما لقوا حتى واحد، لقوا غير انت اللي قريب لك. تقعد في الدار ورزق نتاع ربي سبحانه وتعالى ياتيك، وهذا وقعت ايها الاخوه الكرام، والله ماشي مره ماشي زوج. وحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى تمره عائره، وهذه احاديث صحيحه، الحمد لله نخدم الا بالصحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى تمرة عائرة مرمية ساقطة في الضر، فأخذها ونوالها سائل، أعطاها الوحدة الإنسان طلاب جاي يطلب، أعطاها لهذيك الحبة تاع التمر. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما إنها لو لم تأتها لأتتك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم العقيدة العملية، يعلم الصحابة العقيدة الصحيحة العملية في أرض الواقع، ما كتب لهمش في الصبورة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يكتب في الصبورة ولا يملي عليهم وما يكتبوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمعوا حافظوا أيقنوا اعتقدوا صدقوا وما شكوا في حديثه عليه الصلاة والسلام. قال له عن هذه التمرة، وهذا على سبيل المثال، التمرة فما فوق مرمية في طريق، ارفدها مساحة كما قلوا وأعطاها السائل، فقال: أما إنها لو لم تأتها لأتتك، وما جيتش يجل عندك هذه التمرة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والله تعالى يرزق القوي والضعيف، الصغير والكبير، القوي على الكسب والضعيف على الاكتساب، الكل يرزقهم الله. قال الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، لا حول ولا قوة لها، الله يرزقها وإياكم. والله كاين حيوانات وكاين بهائم يعيشون في مكان بعيد بعيد،
كي تروح تنقب وتشوف تلقى هذه الحشرة ولا هذا الطير ولا هذا الحيوان يأكل ويشرب ويتقوت مما رزقه الله عز وجل. من ساق له هذا الرزق ما مشاش هو قاعد في مكانه ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الله ساق له هذا الرزق ولا يأخذه أحد بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا أيها الإخوة الكرام عن هذه الأرزاق الثابتة وهي قواعد قرآنية لا تتبدل ولا تتغير من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يأخذه بمعصية، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. خذوا ما حل ودعوا ما حرم، تهرب الرزق يجري مراك. حقيقة أيها الإخوة الكرام كي نشوفوا هذا الكلام وهذه الأحاديث والنصوص والأدلة، الإنسان يجتهد فيما لم يضمن لك، ولا تتعب نفسك فيما ضمن لك. ضمن الله لك الرزق ما تتعبش روحك، ولكن لم يضمن لك النجاة يوم القيامة. المضمون هو الرزق، وغير المضمون النجاة يوم القيامة، الفوز العظيم، الفوز الكبير، دخول الجنة والنار لا يعلمه إلا الله. اجتهد أيها المسلم فيما أمرت به كي تنجو يوم القيامة. الله تعالى ضمن لك الرزق حتى لا تتعب نفسك ولا تتعب ذهنك وتفكيرك، ولا يشتت شملك ولا يشتت تفكيرك، تقول باللي الحمد لله ربي رزق، ربي ضمن لي رزق، وظن باللي هذا السعي اللي رانا نخرجوا هذا هو السعي، بمعنى الإنسان كي يخرج صباح بقوتك واجتهادك. هذه أسباب أمرنا الله باتخاذها، ولكن الرزاق هو الله سبحانه، والمعطي هو الله سبحانه وتعالى. ثم اعلم أخي المسلم، حتى وإن رزقت مالا وهذا المال قليل أو كثير، ليس العبرة بقلة المال أو بكثرته، إنما العبرة بالبركة، بالبركة. قال الله تعالى: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أنا عايشين في واقع، ما ناش عايشين في المريخ، العالم كامل راه قرية صغيرة، واحد يأخذ 10 ملايين ويقول ما كفانيش، واحد يأخذ أجرة تاعو 3 ملايين ويقول الحمد لله، 4 ملايين والحمد لله، الكفاف والعفاف، راضي بما قسم الله له. تلقى إنسان فقير ما عندوش قوت يومه ويقول الحمد لله، ماشي تصنعا، على باله وش راه يقول. وتلقى إنسان هو يخدم وزوجته تخدم، عندهم راتبين، ربي يزيد لهم ربي يبارك لهم، ولكن الشكاوي لا تتوقف ولا تنقطع، ما كفتناش وما عدناش وما فيهاش وما كذا ولا كذا. وتلقى إنسان واحد يخدم على 10 في البيت نتاعه، كيتكلم معاه الحمد لله، الحمد لله ربي بارك، الحمد لله راني مستور، الحمد لله راني معافى. قال صلى الله عليه وسلم: من ملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فهم من فهم وأحب من أحب. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القناعة كنز لا ينفد ولا يفنى. الرضا بالقليل، الرضا عن الله وبقسمة الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها. الحسن البصري رحمه الله شافوه مطمئن ومرتاح مهني، قالوا: ما سر سعادتك يا إمام؟ ما سر اطمئنانك؟ فقال رحمه الله: علمت أن رزقي لن يأخذه أحد فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لم يقم به أحد فقمت به، إلى آخر كلام الشيخ الإمام رحمه الله. فهذه الأرزاق أيها الإخوة الكرام، المسلم لا يتعب نفسه
ولكن العبرة كما ذكرنا في البركة في هذا المال. ومن أسباب البركة وتحصيل البركة أولا وأخيرا الله سبحانه وتعالى، الرجوع إلى الله، دعاء الله، التوكل على الله، إرضاء الله سبحانه وتعالى، العمل بما أمر الله، والانتهاء عما نهى الله عز وجل، أسباب جلب البركة. وأول شيء وأول عمل ينبغي للمسلم أن يبارك له الله في ماله هو الرجوع إلى الله بالتوبة وبالاستغفار وبالإنابة وبالدعاء. اللهم بارك لي في مالي، اللهم بارك لي فيما رزقتني. والإنسان يتضرع إلى الله ويبكي إلى الله ويتوب من كل ذنب، لأن أسباب رفع البركة الذنوب. قال الله تعالى: ما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. جاء أحد صحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. قالوا: يا رسول الله رانا نأكل وما نشبعوش. فقال عليه الصلاة والسلام: لعلكم تتفرقون. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله فيه يبارك لكم الله سبحانه وتعالى. اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله، بمعنى الرجوع إلى ربي بالدعاء بأذكار بالتوبة بالاستغفار. يقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بركات، بركات الأمطار بركة، إجابة الدعاء بركة، نزول الغيث بركة من الله عز وجل. ولو أن أهل القرى، أهل القرى كل مجتمع مسلم، كل قرية كل بلدة مسلمة مؤمنة آمنوا واتقوا، قال الله تعالى: لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كي نقولوا بركات من السماء والأرض، نزول الأمطار وخروج الثمار، كي تنزل الأمطار يكون ربي تكون بركة في المحصول الزراعي كما نقولوا حنايا، تكثر الغلة ويكثر الخير، سواء قمح أو زيتون أو حبوب أو فواكه أو ما رزقنا الله عز وجل، وما تخرج الأرض بفضل الله وبإذن الله. فإذا كان الإنتاج وفير قل الثمن، وإذا قل الإنتاج ارتفع الثمن. شوف البركة تاع الأمطار والبركة تاع ربي سبحانه وتعالى. تجار المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم كان جايز جوله التجار، قالوا: يا رسول الله سعر لنا درنا السمن نبيعوا بها. شحال ندوا؟ ندوا 20% ولا 10% ولا 100%؟ شحال نبيعوا يا رسول الله؟ واش قالهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالهم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق. القابض الباسط الرزاق، الله هو المسعر، الله هو الذي يجعل سعر هذه البضائع. كيف يجعل سعر هذه البضائع؟ إذا كثر الإنتاج قل الثمن، إذا نقص الإنتاج ارتفع الثمن. الناس اللي راهم التجار ما يعرفوا التجار، كيدخل السوق تاع الجملة، السوق تاع الرفيق، كاين شاحنة واحدة فقط لتبيع البطاطا، ما راحش يبيع حالك حتى ب 3000 ولا ب 2000 فرنك، يبيع حالكش. يجي الناس اللي يتلافوا عليه، كل واحد يقول له بيع ب 10000 الكيلو، 20000 الكيلو، 30000 الكيلو، ويبيع كما يحب. لماذا؟ السوق عطالو، كي تكون شاحنه واحده فقط. واذا دخلت البضاعه بكثره، دخلوا 20 ولا 30 ولا 40 شاحنه تاع البطاطا دخلت للسوق، هنا ما يقدرش يبيع بسومه مرتفعه بسعر مرتفع، ينخفض السعر بالسيف عليه. من الذي جعل السعر ينخفض؟ هو الله بكثرة المنتوج. من الذي جعل السعر يرتفع؟ هو الله بقلة المنتوج. فالله هو المسعر. ومتى ينخفض السعر؟ إذا كثرت البضاعة. ومتى تكثر أو ما يكثر الإنتاج؟ إذا نزلت الأمطار. ومن الذي نزل هذه الأمطار؟ الله سبحانه وتعالى. فهذه البركة وهذه الأرزاق من الله. كيف ربي يجعل البركة في هذه الأرزاق؟
بالتوبة والاستغفار. قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وشوفوا نزول الأمطار أيها الإخوة الكرام على وجوهكم انتوما، وجوه طيبة حقيقة ماشي مجاملة. عمار بيت الله اللي راهم يركعوا ويسجدوا ويدعوا ربي سبحانه وتعالى ويستغفرون الله سبحانه على هذه الوجوه التي نزل الله بها الأمطار، ماشي الناس اللي ما يصلوش، الناس اللي بعد عن المساجد، والناس اللي قطعت الأرحام، والناس اللي فيها الجفاء وفيها القسوة وفيها النفاق، ليس على وجوههم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. شكون اللي يستغفر؟ عمار بيوت الله. الركع السجود، الشيوخ الركع، الناس اللي راهم في البيوت من العجائز والنساء الصالحات، الشيوخ والشباب، عمار بيت الله هم الذين يستغفرون الله عز وجل، وهم الذين بهم الله ينزل الأمطار لأنهم أكثر من الاستغفار. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله يشكو الفقر، فقال له: استغفر الله. أكو تعرف القصة. وجاء الآخر يشكو له القحط ثم الجفاف، فقال له: استغفر الله. وجاء آخر يشكو العقم، ما عنديش الأولاد، وكيقولوا جاي يشتكي ماشي باش يعطي له ولا باش يدعي، لا، وإنما من باب النصيحة. تجي عند الإمام تقول له: يا شيخ أنا عندي أولادي راهم خارجين طريق، ولا أولادي راهم عصاة، كيفاش ندير؟ انصحني. فتقول له: ادعو الله عز وجل، كثر التوبة، كثر الاستغفار، كثر الصدقات، من باب النصيحة. فهذا جاي يستنصح الإمام، فنصحه الإمام فقال له: استغفر الله. الناس اللي قاعدين قالوا: يا إمام، الأول جاي يشتكي لك على القحط، قلت له استغفر الله، والثاني على الفقر، قلت له استغفر الله، والثالث على الأولاد، قلت استغفر الله. فقال الإمام: ما قلت شيء من عندي، ما قلت حتى حاجة من عندي، ربي لي قال. قال الله تعالى في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا ربي لي قال أيها الإخوة الكرام. فقلت استغفروا ربكم، الله أوحى لنوح عليه الصلاة والسلام أن يأمر أمته ويأمر المؤمنين إلى يوم الدين: استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذا بركة الاستغفار أيها الإخوة الكرام. فالإنسان يكثر من الاستغفار، ربي يبارك لك في الراتب الصغير الزهيد اللي راه عندك، حتى وإن كان المال قليل، فبالاستغفار يبارك لك الله. ليس العبرة بالكثرة، إنما العبرة بالبركة. قال الله تعالى: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. دينار طيب واحد خير من ألف دينار حرام، درهم واحد حلال وطيب خير من ألف درهم حرام. هذه قاعدة، قاعدة لا شك فيها أيها الإخوة الكرام. كذلك من أسباب استجلاب الرزق والبركة فيه تقوى الله عز وجل. وكي نقول تقوى الله، ربي اللي قال، الله الذي قال وأمر ووعد سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرج، فلان قال أنا عندي 10 ملايين، نخلص 10 ملايين، ماشي أنا الإمام أحمد ما نخلصش 10 ملايين، كفاف العفاف، أنا مثلا نخلص 10 ملايين ما تكفينيش، فيجي واحد 10 ملايين ما كفتنيش. عليك بتقوى الله، يجعل لك من هذا الراتب كفاية وبركة وزيادة بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا تدري. كما قال علي رضي الله عنه: ما معنى تقوى الله؟ سمع تقوى الله والعمل، الخوف من الجليل أي الخوف من الله، والعمل بالتنزيل بالكتاب والسنة، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هذه هي تقوى الله عز وجل.
هو الاحتراز بطاعة الله من عقوبة الله. هذا حرام حرام، هذا حلال حلال، نجتنب الحرام ونأتي ونفعل الحل ونأتي الحلال، نأتمر بأمر الله وننتهي عما نهى الله، فهذا هو تقوى الله عز وجل. نحافظ على الصلوات، ليس سبحان الله العظيم هو ما يصلي، مرته ما تصلي، ولده ما يصلوا، هو خدامه هي خدامة، وراتب شهري كبير، وبعد يجي يقول لك يا شيخ والله مشاكل في الدار والشهرية ما كفتناش. يا أخي سبحان الله العظيم، انتم راكم تشكشوكا في الدار، حالكم حالة في البيت، وجي تقول ما كفتنيش. عودوا إلى الله، عودوا إلى ربكم سبحانه وتعالى، اتقوا الله في أنفسكم، في أولادكم، في حياتكم، صلوا، حافظوا على الصلوات، اجتنبوا المحرمات، أخرجوا المنكرات من بيوتكم، أخرجوا المنكرات من بيوتكم. كاين منكرات راهي في البيوت، هي التي منعت من نزول البركة في طعامكم ولباسكم وحياتكم وأموالكم، وهذه البركة اللي انتزعت بسبب المنكرات، الغناء، النوم عن الصلاة، عدم الاحترام، عقوق الوالدين، نفوذ الزوجة، تضييع الأب لحقوق زوجته ولواجباته مع أولاده. هذه كل أمور أيها الإخوة الكرام لابد للمسلم أن يحسب لها ألف حساب. أنا إيش عايشين في غابة؟ هذه ليست غابة، عندنا الشرع، الله عز وجل لابد أن يطبق في بيوتنا، كل يعرف ما له من الواجبات وما له من الحقوق. عندك واجبات وعندك حقوق، لما تستقيم على ما أمر الله عز وجل عندئذ تنزل البركة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله: ومن يتق الله عز وجل فيما أمره وترك فيما نهاه من أمره يجعل له الله عز وجل من أمره مخرجا ومن ضيقه فرجا بإذن الله عز وجل. أمور بسيطة، الحلال بين والحرام بين. أنت ترك في البيت، نتكلم عن البيت، لأن الأمة هذه متكونة من هذه الأسر، كل أسرة 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 تخرج لنا مجتمع، والمجتمع هي هذه الأمة التي نحن نعيش فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه الأمة مرحومة، والله عز وجل جعل هذه الأمة من خير الأمم، بشرط أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، كما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كما قال سبحانه وتعالى. فتقوى الله عز وجل أيها الإخوة الكرام هي أساس، وهي السبب الرئيسي في نزول البركة. قال الله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، هذا بني إسرائيل، وما أنزل إليهم من ربهم القرآن العظيم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. شوف البركة هذه، ربي يبارك لهم في أموالهم. وكي يقولوا أقاموا الأسرة الواحدة، المجتمع الواحد، الحي الواحد، المدينة الواحدة، البلدة الواحدة، الأمة الواحدة، أقاموا ما أنزل الله إليهم. فهذه بتقوى الله عز وجل، وخاصة احنا عندك جيران وعندك أرحام، عندك أقارب، عندك شركاء، عندك إخوة، عندك أخوات، عندك أولاد، عندك زوجة، فلنتق الله عز وجل في هؤلاء الناس بأن نتعامل معهم وفق ما أمر الله به. عندك الوالدين، لا بد من طاعة الوالدين وبر الوالدين. عندك إخوة وأخوات، لا بد من صلتهم وتفقدهم وزيارتهم. عندك جيران، لا بد من الإحسان إليهم. عندك أصدقاء، لا بد من أن تتفقدهم وتحبهم في الله سبحانه وتعالى. كل هذا أيها الإخوة الكرام تقوى الله. إذا فعلنا هذه الأشياء ربي بارك الله في أرزاقنا وفي أموالنا. كذلك من أسباب تحصيل البركة التوكل على الله، والتوكل عبادة قلبية، عجزك وقوة الله، بضعفك وقوة الله، بجهلك وبعلم الله سبحانه وتعالى.
فلما تعترف أنك ضعيف وجاهل ولا حول ولا قوة لك، ثم تعتمد على القوي الله، لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير لا حول ولا قوة له، الطير ما عنده يدين، ما عنده وسائل يخدم بهم، ما عنده حتى شيء، تغدو خماصا فارغة وتروح بطانا، أي ترجع في المساء مملوءة في بطنها من الغذاء الذي رزقه الله إياهم. هذا التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالمسلم إذا سعى في الأرض، سعى في الأرض، ما يقولش باللي القفازة نتاعي والشطارة نتاعي والفهمة نتاعي والتجربة نتاعي في التجارة هي التي تأتيني بالأرزاق، وإنما يقول الله مهما أعطاك ربي سبحانه وتعالى من العلم والشهادة والحرفة نتاعك راهي ما شاء الله تبارك الله، والمهنة نتاعك كذلك الحال، لابد أن تعتمد على الله وتتوكل على الله، فيبارك لك الله في هذا المال وفي هذا الرزق. فالتوكل على الله أيها الإخوة الكرام، تفضل، من أسباب البركة في الأرزاق. لأن كثير من الناس تجار يروح يعمل ويجيب مال كثير، ولكن المال هذا ما فيهش بركة. لماذا؟ لأنه يقول ما قال فقارون. هذا الإنسان التاجر والكثير وخاصة في زماننا هذا يقول ما قال قارون. وش قال قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. المال هذا قفازة نتاعي والشطارة نتاعي والفهامة نتاعي والذكاء نتاعي هو اللي خلاني أتحصل على هذا المال، فربي غني، خذ هذا المال. هل تجد فيه بركة؟ لا بركة فيه، ما كاش فيه البركة، لأنك لم تتوكل على الله. حتى وإن رزقت، العبرة أيها الإخوة الكرام ليس بالكثرة، إنما العبرة بالبركة التي يجعلها الله في هذا المال. كما قال العلماء البركة هو الثبوت، ثبوت الخير الإلهي في هذا الشيء. كذلك من أسباب تحصيل البركة في الأموال أيها الإخوة الكرام التفرغ لعبادة الله. وما أدراك ما التفرغ؟ كي نسمعوا هذا الكلام الكثير من الناس يظن، يقول لك التفرغ لعبادة الله نقعد في الجامع وما نخرجش، هذا هو التفرغ لعبادة الله. لا يا أخي المسلم، لا يا أخي المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عن كعب بن عجرة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل من نشاطه وجلده، بمعنى شافوه قوي بنيا وناشط وحيوي خرج، فقال الصحابة يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، كون غير جا هذا يقاتل بالسيف في سبيل الله في أرض المعركة، وش قالهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه حديث صحيح باش نعرف الدين تاعنا كيف هو عظيم أيها الإخوة الكرام، وما معنى كلمة في سبيل الله، وما معنى التفرغ لعبادة الله. مع أنه خرج يسعى، خرج من بيت نتاعه حامل المعول ولا الفاس باش يخدم وباش يسترزق، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. هذا تفرغ لعبادة الله. ثم قال إن كان خرج يسعى على ولده صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها حتى لا يسأل الناس فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى مفاخرة ورياء فهو في سبيل الشيطان. وش نفهمه من هذا الكلام؟ خرجت الصبح تسعى تخدم على أولادك، أنت في عبادة. لماذا؟ لأنك تستحضر، لأن الأعمال بالنيات أيها الإخوة الكرام. خرجت نعمل على أولادي لأن الله أمرني أن أعمل على أولادي وأن أسترزق لأولادي. قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ما يجوز لكش كنت تقعد تخلي أولادك ضايعين، حرام عليك. هو الدليل، قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ضيع أولادك أنت آثم. فإذا خرجت أنت في عبادة، خرجت يسعى على الشيخين عندك والباباك ويماك في البيت أنت راك تخدم عليهم، راك في سبيل الله. وش قال ربي سبحانه وتعالى؟ شوف القرآن والسنة أيها الإخوة الكرام،
قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يسعى على شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. خرج يخدم على أولاده وقع له حادث عمل، مات هذا شهيد أيها الإخوة الكرام. ربي لي قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد وقع أجره على الله، فهو شهيد في سبيل الله بإذن الله وبفضل الله سبحانه. ثم قال: وإن كان خرج يسعى على ولده الصغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها، راه يخدم يسترزق بما يطلبش الناس، بما يسألش الناس، بما يطمعش في الناس، بما يكونش أعلى على الناس. قال عليه الصلاة والسلام: فهو في سبيل الله. بمعنى العمل أي عبادة، وفي سبيل الحقيقة، وكي نقولوا يعمل يدير العمل والمال في يده ماشي في قلبه. واش كاين في قلبه؟ كاين ربي سبحانه وتعالى، والدنيا في يده، يديرها في رجله، في يده، في جيبه، ولكن في قلبه الله سبحانه وتعالى، مرضات الله. والله كم من تاجر أيها الإخوة الكرام، ويتاجر بالملايير الممليرة وبأموال كثيرة، ولكن في لسانه ذكر الله، في قلبه الله، في تعاملاته الله، حلال ولا حرام، يجوز ولا ما يجوز. أو الشيخ حمد هنا احنا قاعدين فهذاك يعيطوا لنا الناس في الهواء في الهاتف: يا شيخ هاي وقعت لي معاملة كذا وكذا، يجوزني ولا ما يجوزيش؟ يا شيخ جاب لي واحد بضاعة وقال لي كيفاش نبيع ونشري، هل يجوز ولا ما يجوز؟ وش معناتها هذا الكلام؟ وش معناتها هذا السؤال؟ فهذا الرجل في عبادة، في عبادة أثناء تجارته يبحث الحلال ويتحرى الحلال ويجتنب الحرام ويخاف من الشبهات ويترك المال الحرام، فهذا في عبادة. هذا معنى التفرغ لعبادة الله عز وجل في معاملاتك، أن تستحضر أن الله معك وأن الله يراقبك وأن الله لا تخفى عليه خافية. قادر الإنسان يبيع ويشري ويتعامل بالحرام ويدي الرشوة، كش واحد يسأل واحد ما يسأله، ولكن كفى بالله رقيبا، راه عايش مع ربي سبحانه وتعالى، راه يستحضر رقابة الله في كل معاملاته التجارية. هذه هي العبادة أيها الإخوة الكرام. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اذكر واحد، هذاك الواحد راه في السوق، راه في التجارة، راه في الطائرة بور إكسبور، راه يجيب السلعة وهذاك، ولكن هذا الرجل قال عليه الصلاة والسلام: قلبه معلق في المساجد. راه يبيع ويشرو والقلب نتاعو راه في المسجد، وقتاش يلحق الوقت باش يروح يصلي في المسجد. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل قلبه معلق في المساجد. وش معناتها هذا الكلام؟ بمعنى هذا الإنسان راه في حياته يخدم ولكن قلبه راه في المسجد، وقتاش يلحق وقت الصلاة ويروح يصلي المسجد، وقتاش يلحق وقت الصلاة يروح يصلي في بيت الله. راه عنده تجارة ولا راه في سفر ولا عنده محل ولا عنده سفيرات ولا عنده مصنع، المهم قلبه في بيت الله عز وجل. هذا معنى التفرغ لعبادة الله. فهؤلاء الناس أيها الإخوة الكرام يبارك لهم الله في تجارتهم، هؤلاء التجار يبارك لهم الله في أموالهم، في أرزاقهم، في حياتهم، في تعبهم. هذا التعب مبارك، لماذا؟ لأنه معلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. وهؤلاء اللي قال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من كانت الآخرة، هو راه يبيع ويشري ولكن الآخرة همه، البيت الله، المسجد، يتحرى الحلال، يجتنب الحرام، يعاون الناس، يتجاوز على المعسرين، إلى غير ذلك من الأعمال الخيرية، فهذا همه الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: جعل قلبه في، جعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة.
ربي يفتح عليه، إذا عنده مصنع ربي يبارك له ويدير مصنع ثاني، إذا عنده محل ربي يزيد له في ماله، وهكذا ولاده ينشأ طيبة، المال الحلال الطيب يعيش معيشة ما شاء الله تبارك الله. قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الطيب عند الرجل الطيب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث القدسي ابن آدم، الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. والتفرغ للعبادة أيها الإخوة الكرام مشي كما قلنا أننا نقعد في المسجد، لا، وأنت في تجارة دائما ربي في قلبك واسمه في لسانك، تذكر ربي سبحانه بلسانك وتستشعر رقابة الله في قلبك وتفكر فيما يرضي الله عز وجل، أنت تعيش في الآخرة. كما قال أحد الصحابة: كيف حالك مؤمن؟ ما دليل إيمانك؟ قال: إني أرى أهل الجنة في الجنة يتزاورون، وأرى أهل النار في النار يتعذبون. شوف الدرجة تاع المؤمن، يمشي ويشوف الآخرة بين عينيه، راه يبيع ويشري ودائما مرضات الله والدار الآخرة نصب عينيه. والعكس كذلك صحيح، من كانت الدنيا همه جعل فقره بين عينيه، وفرق الله شمله، شتت الله شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. شكون للهم تاعو الدنيا؟ دائما فقير. والله نعرف ناس لا إله إلا الله محمد رسول الله، كي نشوفوهم نقول الحمد لله الذي عافانا، يملك من الأموال ما يعلمه إلا الله، وكي تتكلم معاه تشوف الشر، الفقر، فقر حقيقة، يهدر غير على الفقر، ما كاش وما يكفيناش وما عدناش وكذا. الله يخليك ما كاش إن شاء الله. هذو موجودين هذو الناس، تلقاه يتكلم غير على الفقر غير على الشر. لماذا؟ لأن الله عز وجل عاقبه بأن جعل الفقر بين عينيه، يشوف غير الفقر. كنت نتكلم على بعض القصص الحقيقية الإنسان ما هي. يحكي لي واحد مؤخرا فقط رفضته، قعد نقعد معاه، قال لي: يا الشيخ راني نخدم في واحد الشركه، واحد الشخص، هذا الشخص عنده 9 شركات، شركات معروفه في الوطن الجزائري، معروفه حاكمين قريب 20 ولا 30 ولايه، عنده من راتب نتاعو زهيد يخلص، بمعنى راتب قليل. قال لي: يا الشيخ واحد خدام دخل شاف حبه قارص ليمون في الشجره نحاها، شافوا المعلم صاحب هذه الشركات هذا الإنسان الفقير، عيط له وعطى له كما احنا الدراهم شحال خدم في الشهر هذاك، وحوزه من العمل تاعو على حبه تاع قارص. فقر. كاين الناس هذو الشركات اللي يخدموا، تخلي يخدم في الحلويات يخدم، واحد اللي يخدم في العسل ما يذوقش العسل يذوق. يحكي لي الشيخ، قال لي: واحد يرفض حبة تاع الحلوى من هذاك المنتوج يخلصها. الشر يا الشر، الفقر يا الفقر، مع أنهم أصحاب مصانع. شيء خطير جدا أيها الإخوة الكرام، هذه عقوبات. ربي جعل الفقر بين عينيه، الراحمون يرحمهم الرحمن. أنفق عليه كما قال سبحانه وتعالى، ولكن البخل والشح والفقر الذي بين أعينهم هو الذي جعلهم يتصرفون هذا التصرف. فالتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام، أو كما قال جل وعلا: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت قلبك فقرا ولم أسد فقرك، كما جاء في الحديث. كذلك من أسباب البركة في المال أيها الإخوة الكرام الإنفاق في سبيل الله. وما أدراك ما الإنفاق؟ وهذا بالدليل من كتاب الله، قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أعطاك ربي المال القليل أو الكثير، ربي بارك لك في مالك، أنفق في سبيل الله حتى ولو كان الشيء القليل، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 1000 درهم. أنت عندك 10 دراهم والآخر عنده 1,000,000 درهم، أنت انفق دينار من 10 وهذا انفق 1,000 من 1,000,000، فدينارك يسبق 1,000، دينارك يسبق 1,000. قال عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 1,000 درهم. فالقلة القليلة يبارك الله فيها سبحانه وتعالى.
وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: من بينها ما نقصت صدقة من مال. ما نقصت صدقة من مال. إنسان كي يتصدق ما راحش ينقص، ربي راح يبارك، راح يخلف لك ويزيد يبارك في الباقي. هذا مال مبارك أيها الأخوة الكرام، مال مبارك. قال الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال تعالى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فالإنفاق من أسباب البركة في هذه الأموال. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل ملكان. وإحنا الأخبر في كل يوم، في كل صباح، قال عليه الصلاة والسلام: ملكان من الملائكة العظام الكرام ينزلان إلى الدنيا فيدعو الله، يدعوان الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. أعطي منفق كل يوم وكل صباح، هذين الملكين ينزلان كما قال عليه الصلاة والسلام، فيدعو كل واحد بهذا الدعاء: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. لينفق ربي يبارك له في ماله، وربي يخلف عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. تخيل إنسان راك مع شخص غني وقال لك: كرمي المتاع نتاعك في البحر وأنا نضمن باللي نخلصه ولا نخلفه لك. إنسان لا حول ولا قوة له، عندك متاع، عندك كبا، عندك حاجة ثمينة، عندك هاتف، هذا الهاتف كما نقول احنا غالي الثمن، وهذا صاحب المال وقاعدين جماعة يقول لك: كرمي هذاك الهاتف وانا نضمنه. لا شك أنك تعمل هذا العمل، ترمي هذاك المتاع ولا هذاك الهاتف، لأنك عندك يقين باللي هذا الإنسان غني وهذا إنسان راح يخلف علي وشرميت. فكيف بالله؟ وكيف بالخالق وبالرازق وبالكبير وبأصدق من قال وأصدق من وعد سبحانه وتعالى، إنه الله جل في علاه؟ كيفاش حنا ندير الثقة في إنسان، في مخلوق لا حول ولا قوة له، ولا نثق في الله جل وعلا؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أنفق، أنفق عليك. ربي قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. وقت الأذان معذرة سبحان الله، نسمع الأذان ثم نواصل. Thank you.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. وقال الله تعالى في القرآن العظيم في سورة البقرة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر. وشوف سبحان الله العظيم، الإنسان يعرف مكائد الشيطان بمجرد ما تفكر باللي راح تنفق في سبيل الله، تجيك واحد الأشغال، واحد الوساوس، واحد الاهتمامات، واحد الأمور باش يثبطك على الإنفاق في سبيل الله. جربها، قل باللي راح ننفق اليوم مبلغ من المال، بمجرد ما تنوي وتتكلم يجيك الوساوس عندك، وانت تخرج وذكره لبس به وذكره عنده، وانت المال تاعك تحتاجه وتديره في كذا وكذا، وهو كله من وساوس الشيطان الذي يعد الفقر ويأمر بالفحشاء. قال العلماء: هو البخل. والله يعدكم مغفرة لذنوبكم والستر لعيوبكم وفضلا ورزقا زيادة عن رزقك أو على ما أنفقت. وفي الحديث القدسي كما قال سبحانه وتعالى: أنفق أنفق عليك. وقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم الله لمنافع العباد ما بذلوها، فإنهم منعوها منعها أو أخذها وحولها إلى غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله أقواما اختصهم الله بالنعم. كاين الناس ربي سخرهم لخدمة الناس، لمنفعة الناس، لإعانة الناس. إذا أعطاك ربي هذه الخصلة حافظ عليها، حافظ على هذه النعمة. إذا أعطاك ربي مال وراك تنفق في سبيل الله على أهلك وجيرانك وأقاربك وأرحامك، وتعاون كي تشوف واحد من الأقارب نتاعك في ورطة توقف معاه وانت معروف بالخير، حافظ على هذه النعمة. فإذا منعتها، قال عليه الصلاة والسلام، نزعها منك وحولها إلى غيرك. هذه قاعدة أيها الأخوة الكرام، كيفاش نتعامل مع ربي سبحانه وتعالى. إذا اختصك الله بنعمة حافظ على هذه النعمة، لأنه من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. يقول الله تعالى في القرآن العظيم: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سبحان الله العظيم. شوف الله الآية هذه شحال كما نقول احنا مؤثرة جدا. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، ثم قال سبحانه وتعالى لجماعة المؤمنين في كل زمان ومكان: ومنكم فمنكم من يبخل. كاين يبخل من مدش. قال الله تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. المال مال الله، المعطي هو الله، المانع هو الله، الباسط هو الله، الرزاق هو الله، المال مال الله ماشي مالك. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. راك بخلت على روحك يا عبد الله، راك بخلت على نفسك، أنت محروم، أنت شقي. هذاك الفقير إذا ما عطيتوش تربي يعطي له جهة واحدة أخرى. ما تكلموش على الفقراء اللي راهم يدوروا في الطرقات، هذوك ماشي فقراء، هذوك دي بروفيسيونال احترافيين، هذو عندهم حرف باش نتفاهموا. الفقراء اللي راهم في البيوت، الأرامل واليتامى واللي راهم بدون عمل، كما قال ربي سبحانه وتعالى عنهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا. هذو هم الفقراء. أما اللي راهم يدوروا في الطرقات إياكم تعطلهم، هذو ما تعطلهمش، لأن هؤلاء الناس مؤخرا بدل هذا تاع البارح، هذاك السيد تاع البارح اللي كان في المسجد قال لهم باش نروح البلاصة الفلانية، خرجوا معاه جماعة قالوا له: يا ودي أرواح دوك نديك نخلصوا لك باش تركب في الحافلة، أرواح دوك تركب. قال لهم: لا لا، أرواح دوك نديك نخلص لك تفطر. قالوا: لا لا، أعطيني دراهم. وش دير بدراهم نتايا؟ شوف كيفاش، بمعنى هذو الناس متحايلين. أما الفقير الحقيقي أيها الإخوة الكرام، وخاصة كاين أمهات
وكاين يتامى وكاين أرامل وكاين بدون عمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، ولكن شوف تعرفت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المسكين الذي لا يقوم فيسأل الناس ولا يتفطن له فيتصدق عليه. عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم من هو المسكين، من هو الفقير، ليس الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان التمر والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يقوم ما ينوضش ويطلب ولا يتفطن له فيتصدق عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: ومنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن لله عباد، فسوف يأتي بقوم، يعني بعض الآيات باش الإنسان يعرف المكان تاعو لا يغتر، إذا كان عطاك ربي علم ولا راك في الدعوة إلى الله عز وجل، ولا راك في الإنفاق في سبيل الله، ولا راك في الجهاد في سبيل الله، اعلم أيها المؤمن إذا رأيت أن في نفسك فضلا على الله أو على خلق الله فإن الله عز وجل غني يستبدل قوما غيرنا ويأتي بقوم غيرنا. قال الله تعالى: يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. كذلك أيها الإخوة الكرام، من أسباب استجلاب الرزق ونزول البركة فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا الكلام بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما عن أنس رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليصل رحمه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: صلة الرحم وحسن الخلق تعمران في الديار وتزيدان في الأعمار. سبحان الله العظيم. صلة الرحم أيها الإخوة الكرام، يا من قطعتم أرحامكم، يا من لعنكم الله، قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قطعوا أرحامهم من أجل هذا المال، وما علموا أن صلة الأرحام تزيد في المال، قطعوا أرحامهم من أجل المال، وجهلوا أن صلة الرحم تزيد في المال وتنمي المال وتبارك في المال. قال عليه الصلاة والسلام: من سره، من أحب، من أراده أن يبسط له في رزقه، وفي رواية يزاد له في رزقه ويُنسأ له في أجله فليصل رحمه، يُنسأ له في أجله. ربي بارك في حياتك، ربي بارك في أوقاتك، ربي بارك في عمرك، ربي بارك في أعمالك، ربي يزيد لك في مالك، ربي بارك في الأمال نتاعك بصلة الأرحام أيها الإخوة الكرام. وما معنى صلة الأرحام؟ صلة الأرحام أن تكون الرحم غير مقطوعة، عندك خوتك، عندك باباك، عندك إماك، عندك خالك، خالتك، عمك، عمتك، الأقارب، هذه تكون علاقة كما نقول إحنا ليست مقطوعة، تزورهم ويزوروك، تسأل عنهم ويسألون عنك، ما كاين حقد، ما كاين عداوة، ما كاين بغضاء، ما كاين تقاطع، ما كاين تنافر، ما كاين تشاجر فيما بينكم. هذه هي صلة الرحم، ماشي لازم تروح تزوره، لازم تقعد عنده، لازم تديله، لازم تعمل له، لا. فإذا كانت هذه العلاقات مبنية على الحب والتناصح والتعاون والتزاور بين حين والآخر، فهذه أرحام موصولة، موصولة، أرحام موصولة. وكاين أرحام مقطوعة، ما يتكلمش مع أخوه، ما يزورش خوه، ما يزورش خواتاته، هذه المرأة ما تزورش خوتها، ما نتكلموش على الوالدين، هذيك حاجة أخرى. فإذا قطعت الأرحام
لا بركة في هذه الأموال. وشوف سبحان الله العظيم اللي تلقاه يتفقد الرحم نتاعه ويزور الأقارب نتاعه ويزور الأهل نتاعه، دائما ربي يبارك له في ماله في صحته في أولاده في زوجته في تجارته ببركة صلة الرحم التي أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلة الأرحام وحسن الخلق، وفي رواية: حسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. شوف البركة هاته الأرزاق أيها الإخوة الكرام. وقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يمد له في عمره، يمد له في عمره، قال العلماء: يبارك لك في عمرك، تعيش 50 سنة ولكن ببركة صلة الرحم توفق لفعل خيرات وأعمال صالحة وكأنك عشت سنين طويلة، تصلي وتصوم وتعتمر وربي يرزقك مال تنفق في سبيل الله إلى غير ذلك من الأمور التي هي من الأرزاق ومن الله سبحانه وتعالى. الآن ما هو العطاء الحقيقي أيها الإخوة الكرام؟ عرفنا على المال أو الرزق العام الذي شمل المؤمن والكافر وكيف يبارك الله في هذا المال، وهنالك رزق خاص ليس لكل الناس وليس للكافر. الرزق الخاص أيها الإخوة الكرام وهو الرزق الحقيقي: الإيمان بالله، تقوى الله، العمل الصالح، حب الخير، التوفيق لفعل الخيرات، هذا هو العطاء الحقيقي. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، تبقى فاسق كافر زنديق منافق عنده أموال لا تعد ولا تحصى، عطاء من الله سبحانه وتعالى. ربي أعطى له، ربي أعطى لهذا الإنسان، ولكن الإيمان والعمل الصالح لا يعطيه لكل الناس، وإنما يعطيه لأحبابه لأصفيائه لمن أحبه الله عز وجل. ولذلك أيها المسلم إياك ثم إياك ثم إياك أن ترى إنسان لا يصلي ولا كافر ولا فاسق وعنده أموال كثيرة وتقول هذا الناس ربي حبهم. إياك أن تخطئ، إياك أن تقول هذوك الناس حبهم ربي سبحانه. الله لا يحب الكافرين، فعلامة حب الله ليس المال، وإنما علامة حب الله الإيمان والعمل الصالح. فإذا كنت مسلماً مؤمناً موفقاً في فعل الخيرات فهذا علامة على حب الله لك، كما قال أحد العلماء: إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر فيما يقيمك. تعرف القيمة تاعك عند ربي وين راك؟ راك في بيت الله، راك تسجد وتركع لله، راك راضي بالله وعن الله، هذا علامة حب الله عز وجل لك أيها المسلم. إذا درت خير وحافظت على الصلوات الخمس في يومك قول: اليوم راني درت صفقة، اليوم راني درت كما قلنا بالتعبير نتاعنا آفير ما شاء الله تبارك الله، صليت الصلوات نتاعي الخمس في المسجد، فأنت يحبك الله عز وجل. أما إذا زاد المال أو نقص فهذا ما كان علامة على حب الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ورحمة ربك، رحمة الله ليست للمنافقين والكافرين واللادينيين، رحمة الله للمؤمنين. فإذا أعطى الله عز وجل المال لأولئك فإن الله عز وجل راض عنك ورحمك وغفر لك ورزقك ما لم يعطي الكثير من الناس، ألا وهو حبه وحب العمل الذي يقرب إلى رضاه وحب عباده وحب بيته وحب كتابه، فهذا هو العطاء الحقيقي. كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى إذا أحب عبدا حماه الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا،
لم تبسط أو لم يبسط لك من المال الكثير ليس بغضا وإنما حبا من الله لك أيها المسلم، ربي يحبك باش حتى لا تبتعد عن الله وحتى تتقرب إليه. دوك واحد ما يكذبش على نفسه، بيناتنا أحمد، أنت يكون عندك مال كثير تقعد معنا في المسجد ما تريحش في المسجد، حقيقة واحد ما يكذبش على نفسه، لو فتح لك من المال الكثير ما جئت إلى بيت الله ولا قعدت مع عباد الله ولا أحببت كتاب الله ولا أي شيء، لأنك منشغل بهذا المال الكثير. فإذا أحب الله عبدا حماه الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الكفاف والعفاف، الكفاف ما يكفيني والعفاف ما يعفني عن سؤال الناس. هذا هو الرزق الحقيقي، راحة البال، راحة البال، راحة الأبدان، صحة الأبدان، راحة القلب، صحة القلب، راحة الفكر، صحة الفكر، هذا هو الرزق الحقيقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جمع الله شمله، من كانت الآخرة همه، من كان رضا الله عز وجل هو همه. وقت الشيخ، وقت نتوقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويزيدنا علما. اللهم اجعل هذا الجمع جمع المرحومة وتفرقه من بعده معصومة، ولا تدع فينا ولا منا شقيا أو محروما، بمنك وكرمك كما نتقدم بالشكر الجزيل والدعاء للقائمين على هذا المسجد بالتوفيق لما يحب ربنا سبحانه، وأن يحفظهم من كل مكروه، وأن يوفقهم لمزيد من فعل الخير ونفع المسلمين، إنه سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله في أسماعكم.